السلام عليكم. وزارة العدل بتعلن عن التقديم على برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات للعام 1446. بتعلن وزارة العدل عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 1446 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. مسمى البرنامج برنامج التدريب التعاوني، وده برنامج تدريبي محدد المدة، يتيح من خلاله أو تتيح وزارة العدل من خلاله الفرصة لطلبة الجامعات والكليات السعودية تحقيق أعلى درجات الموائمة بين المعرفة النظرية والعملية، حيث تتيح الوزارة برنامج التدريب التعاوني في مختلف الجهات التابعة لها بمختلف مناطق المملكة. الهدف من البرنامج ده توفير فرص التدريب والتعلم على رأس العمل في المرافق العدلية للطلبة والطالبات من خلال تدريبهم على العمليات التشغيلية والمشاركة في الخدمة، تمكين الطلاب والطالبات من التفاعل مع بيئة العمل والتعامل مع فرق العمل، وتحسين مهارات التواصل والمساعدة في استكشاف الاهتمامات العملية، رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للمتدربين، تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها. المزايا في هذا البرنامج: التنوع في مسارات التدريب المتاحة للطلاب والطالبات، المرونة في ساعات العمل، إمكانية التدريب في مرافق متعددة وعلى موضوعات متنوعة. التقديم متاح من يوم الأربعاء بتاريخ 10/2/1446 الموافق بالميلاد 14/8/2024. أتمنى للجميع التوفيق.